الله إليكم صاحب الفضيلة، ما توجيهكم في أخذ العلم عن الكتب فقط أو عن الأشرطة سماعا دون الجلوس على أهل العلم؟ لا، ما يجوز هذا، ولا هذا يضر أكثر مما ينفع. أولا لأن الكتب يدخلها الدخيل، وفيها بعضها فيها ضلال وفيها أفكار منحرفة، وش يدريك عن هذه الأفكار وعن هذا الضلال وأنت مبتدي ما تعرف شيء؟ قد تأخذ هذا وتقتنع به ويدخل فكرك. هذا ما يميزه إلا أهل العلم، يميزونه لك ويبينون الخطأ من الصواب. وثانيا إنك قد تفهم من هذا الكتاب فهما غير المراد، غير مراد المؤلف، تظن إنك فهمت وأنت ما فهمت. فلا بد من معلم خبير يشرح لك قصد المؤلف ومغزى الكلام، لا تعتمد على فهمك وانت مبتدي، لأنك ما تستطيع فهم كلام أهل العلم، لا تستطيع فهم مدلول النصوص من الكتاب والسنة إلا بقواعد علمية، قواعد ذكر أهل العلم، تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، تعرف قواعد الاستنباط، الأمر يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب، النهي يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة أو يفيد الإباحة. هذه أمور لابد من تعلمها في أصول الفقه وأصول التفسير. الحديث أيضا له مصطلح تعرف به كيف تميز بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، له مصطلح، ولا تأخذه على نفسك هذه الأمور، تأخذها على العلماء. اصبر يا أخي، اصبر اصبر، تحمل، اصبر الجلوس، اصبر على الجلوس وعلى طول الوقت طول الزمان، وإلا ما تحصل شيء، تتعب بدون ذلك. والأشرطة كذلك لا تفيدك شيء، لكن إذا كنت تطلب العلم على المشايخ وتستمع للأشرطة لأجل زيادة الفائدة فقط، ما هو لأجل أنك تكون نفسك عليها، لا، من أجل زيادة الفائدة فقط، هي مساعدات فقط، أو الطالع في الكتب من أجل الفائدة، ما هو من أجل تأسس نفسك على المطالعة، تعلم على الكتب، لا، خطأ. كونك ما تعلم بالطريقة هذه تبقى عامي أحسن من كونك تعلم طريق غير صحيح، تخرج على الناس متعالما تحلل وتحرم بغير علم وبغير بصيرة.